خطأ على التشغيل وحيكون له تبعات على مستوى العائلات في البلديات المجاورة بين البلدين، استحسنوها كثيرا ونحن نسعى من أجل ذلك. أيام والأشهر المقبلة حتكون تعاون فيما بيننا حتى نؤهل نرصد كل هذا الأشياء في أرض الواقع. اللي صار اليوم هو تجسيما لإرادة السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد والسيد رئيس الجمهورية الشقيق الجزائر عبد المجيد تبون. الحمد لله اليوم يرجع الخط هذا، وذلك بتظافر جهود معناتها الشركة معناتها الوطنية للسكك الحديدية التونسية وعبيرتها الجزائرية، حالتين تجريبيتين معناتها قمنا بهم وشفنا للأمور معناتها ماشية بخير، وإن شاء الله فما اتفاقيات اليوم زادة باش تمضى بين تونس والجزائر في مجال النقل في عديد معناتها أنماط النقل. أحسن مبادرة يمكن صارت في غردي ماون نرجع القطار ما بين تونس والجزائر، تكثر مبادرات وإن شاء الله يكمل هذا. يعني نشكر السيد قيس سعيد ورئيس الجزائر تبون، عاش تونس وعاشت الجزائر. مبروك علينا الترام أخويا على غردي ماون وعلى تونس كاملة. أخويا تأصيل للعلاقات التاريخية بين تونس والجزائر، إن شاء الله يحرك شوية الاقتصاد سيرتو متغردي ماون. وتحية للرئيسان وبارك الله فيك.